السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير. يا رب يسعد صباحكم لو عندكم صباح، ويسعد مساءكم لو عندكم مساء. طالعين النهارده ان شاء الله برضه رحلة تصحيح، برضه من ميامي مع الرئيس طارق. طلعنا مع الراجل دوت الجمعة اللي فاتت، والريح غير علينا كذا مرة، ولكن بصراحة يعني أنا شفت إن الناس عملت اللي عليها. فمتعشمين في الله إننا نجرب مرة تانية مع نفس الراجل. هو في الاول وفي الاخر ارزاق، بس احنا متعشمين في الله خير. يعني خدني الفضول ان انا نشوف الاراضي دي مره ثانيه، واحنا طالعين باذن الله في ظهر نور. رحنا النهارده ان شاء الله شمال شرقي، والريح الى حد ما ثابت يعني باذن الله. هنطلع على ايه يا ريس طارق؟ واعر ان شاء الله. واعر ان شاء الله. هنطلع برضه على واعر باذن الله. الله المستعان. معايا طبعا اللي بيصورني استاذ كريم، الناس الطيبه ديت، المستر حمدي العربي مساء راس طارق. السلام عليكم، يومكم جميل باذن الله. خليكم معانا نتعشى من الله ان يكون لنا حاجه. ايوه حبيبي، ان شاء الله الناس دمها زي العسل، وباذن الله تكون رحلتنا متوفقه. اول نازله المعلم سعد اهيت، يا دوبك ايه علقنا الهلم او الشباط او المخطاف. هو لسه في ايه، هينزل يقيس الارض اهو. ضرب حاجه عمده؟ عمده اهو نزل نازله. يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، فتحنا اهو شربوش اهو، جنشور صغير بس حلو. الله كريم. ها سعد علقت. السعد نازل اهو. يا كريم يا رب. صلاة النبي سعد، صلاة النبي سعد. يا مساء حمدي، عينك على البلوبة حمدي. الشيخ ده مش تبعنا ده. الله كريم. يلا باشا، دي اول نازله عندنا. لا توكلنا على الله. اول نازله ليا ان شاء الله. الصالون عن العده المستخدمه زي كل مره. العده المستخدمه انا النهارده شغال حدود 2 متر اشياء، اللي هو الحوض الصب بتاعي، صب اصفر كده من العيدان المفضله بالنسبه ليا. الوعر اللي احنا كنا نازلين عليه ده حاجه اسمها وعر حامي، او ليه اسم تاني بيقولوا عليه وعر كسر. يبقى الوعر فيه كتير يعني بتجمد فيه كتير. فكنا نازلين بخصوص 80 جرام. السنار كنت شكلته والله بصراحه، عشان نبقى صريح معاكم، اشتغلت باكتر من سنار. اشتغلت شويه بخمسه بكرش، واشتغلت بكفته سته، كفته خمسه، لان قطعت كتير يعني بصراحه في الرحله. بس فخليكم معانا ان شاء الله. باذن الله الفيديو ده هيعجبكم خالص، ومش عايزكم تنسوا ان شاء الله في جزء تاني للفيديو ده اللي هي كواليس الرحله، عشان حصل معانا كواليس جامده خالص في الرحله دي. الله المستعان. نسيبكم تستمتعوا بالفيديو في السماء. الله ينور يا حمدي. وان شاء الله الله ينور يا باشا. ما شاء الله في الكواليس ما شاء الله. ما شاء الله. وعر. ما شاء الله ما شاء الله استاذ سامر. بسم الله. سمكة صغيرة بس قلنا أول رزق.
يا مساء الحال. الحيوان اللي بيسود عشان خليكم معانا يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي. بالراحة تكونوا جايبين بعض يا جماعة. اطلع كريم، اطلع كريم بالراحة، اطلع كريم بالراحة. ماشي يا كريم يا رب، يا كريم يا رب، يا كريم. على مالك، على مالك، على مالك. ماشي ماشي، يلا اطلع كريم. اطلع. اللهم صل وسلم على النبي. اللهم صل على النبي. يا كريم يا رب، بالراحة بالراحة. لا 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 بس بس يلا يلا هدي هدي بس عليها وهي هتطلع معاك. يلا يلا يا كريم يا رب، يا كريم يا رب. ماشي ماشي. لو حد جاي معانا ورا يسيب شويه، سايب شعر، سايب سايب. اللهم صل وسلم وبارك. يلا بالراحه، اطلع كريم، اطلع 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 كريم، اطلع اطلع. صلاه النبي، اطلع. اللهم صل على صلاه النبي، اطلع. اللهم صل على النبي، اطلع. اطلع كريم، اطلع بالراحه 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 بالراحه. حلوف سويسي ده، سويسي كبريتا. ماشي بالراحه يلا كريم، بالراحه بالراحه. اللهم صل على سيدنا طارق. انا معايا انا ماشي، انا مسيبتك اهو. هات واحده فوق بقى يلا، بالراحه 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 بالراحه. ايوه ايوه حاسس. ماشي ماشي، على مهلك. ثبت ايدك، ثبت ايدك، ثبت ايدك. اصبر ماشي. اللهم صل. جبتها يا لعبك يا طروق. صلاة النبي عليك كيمو، صلاة النبي عليك كيمو. الله اكبر، عشان الشعر مشدود. كبريتا كبريتا. الله استنى ما تشدش يا ده، الدنيا كلها راحت في بعضها. الصورة دي ما شاء الله. اه اه كبريت. احنا كلنا مع بعض، مع بعض. اربع بنت كلب لفافه هي. لا هي لفافه بهدلتها. لا لفافه ما نعرفش. اتى صح. خد كيمو، الله يبارك في رزقك يا رب. احلى كيمو، صباحك زي الفل. سعد طالع اهوت وانا نازل ان شاء الله. ماشي يلا ورا عم سعد. ايوه حمدي استلم التصوير اهو. العب يا ابو العربي، عبي له واديله عم سعد. طبعا يا جماعه عشان المركب بتاعه بربون. صباحه بربون حلو عشان المركب بتاع مين؟ يا كريم يا رب. العب يلا بينا ابو زيد. يلا بينا ابو العربي. خرجنا كده عم سعد معاك حاجه؟ معاك. يلا بينا ابو العربي. اللهم صل على النبي عم سعد. الله يبارك لك. الله يرزقك. الله يبارك لك يا محترم. يا ابو طلعت. شو سامح يا جماعه جاي معانا اهو. جاي معايا حاجه صغيره ابو العربي بس. ماشي. هي حاجه حلوه، سامح منا. اي حاجه حلوه منك. كبيره دلوقتي. ماشي. على الشمال كده سعد يا مدام في وشك. صباح النهارده ان شاء الله. يا كريم يا رب. في الجلجل الاسمر. في الجلجل الاسمر. يلا باشا. ماشي شيخ شيخ. اه والله مستفتحني. شيخ واق. والله انا رميك. في سمكه تحت يا طارق. ها؟ في سمكه حلوه تحت. كريم يا رب. خرجنا باشا. صباح الفل. هو في ناس بترمي البتاع ده بس انا ما بنرميش حاجه بصراحه يعني. لا احنا لسه الاستفتاح يا باشا. والله كريم ابو العربي. يا مساء الحال. ومعنا طبعا يا جماعه النجم استاذ سامح، نجم قناه منوعات رحاله زي ما انتم شايفين. قاعد متاهب متوهب. جاي حاجه يا باشا؟ اللهم صل على النبي. جبنا لكم يا جماعه الغمزه لايف. صغيره برضه يا حمدي، هنعملوا ايه؟ صغيره بقى ولا كبيره؟ ربنا يستر ما يكونش الشيخ تاني. واحنا هنسمعها المشاهدين بالعافيه. ارجو يا جماعه اللايك والشير للفيديو استاذ سامح، عشان الراجل ده بيتعب. استاذ كريم اهو، عشان الراجل ده يا جماعه بيتعب وبيشقى عشان نعمل لكم فيديو كويس. وبيسافر والعربيه باظت مننا النهارده والفلوس ضاعت مننا الله الله ينور استاذ سامح. يا مساء الحال. ماسك الوهراية على فكرة، بياخد وبيدخل كله. عليه الصلاة والسلام ما شاء الله. لو تك كده الشراغيش بدأت تتحدث بإذن الله ومشيته. يومك جميل يا حمدي العربي. الشراغيش عم محمود استفتحنا بأول مرجانة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. اللهم بارك، ربنا يبارك في رزقك يا رب. إن شاء الله يومنا جميل يا جماعة بإذن الله ومشيته. قشطة الرؤى، ربنا ييسر أمرنا وأمركم يا رب. أنا بنقلق منك خلي بالك. إيه جاي ولا بجد؟ لا جاي. لا لا
بص على التقيل يعني على عينك يا سامح. شفت؟ اه قلت لك صور صور. ده بضرب جنب جنب ضرب جنب. اللهم صل عليك يا نبي. هو قرأت صورت قرأت يا ابني بالك يا نهار ابيض. هو عندي انا هاكله وانا اوعى هينزل تحت هياكلك يا بس يا بس استنى كده يا ريس. هو طالع اصله مش بقول لك انا خايف ما ينفعش. هات كده يا ريس هات كده هات كده. خرب بيت ام عسل ما انا عايزه. ما شاء الله ما شاء الله. ده داهيه داهيه. هو ده اللي كان معاك يا حمدي. معاك حاجة بو ماش مين قبل مين يا جماعة؟ أنا واقف على الإمة مش على التلت وحيب على الإمة؟ أيوة بس هلك أيوة بس إمة على الإمة تقفل يا صلاح. الشرغوس سعد اكبر السلام على الناس. احنا كلكم على الايمان اشطر راس سعد. راس سعد حبيبي يا باشا. حبيبي يا سعد ابو العربي سلام عليك يا باشا. شو سموه والله معلم طالب عايز كده خد الشغل بقى بتاع تحياتي لحضراتكم يا شباب. وصلنا لاخر الفيديو. انتظروا الفيديو القادم ان شاء الله. كواليس الرحله ديت وسمك اكتر من اللي انتم شفتوه باذن الله ومشيته. ونتمنى رب يكون الفيديو عجبكم. سلام عليكم ورحمة الله.